الموسم المانجا موسم اساسي عندنا في منطقه حاريم، وبنشتهر فيه نحن بالمانجا. والسنه بجو المناخ جتنا سقعه وانضرب عندنا المواسم المانجا. بلشي هاد اثر علينا كثير كثير، الارض اللي كانت تعطينا 50 طن السنه ما اعطتنا 5 طنات بنسبه المناخ. بالنسبة لمواسم هاي السنة عنا هون في مناطقنا معلم، عم نول كان المواسم أطيب من هلا، أكوس يعني حمل كحمل. هلا السنة وقت اللي إجت الساعة إجت في الزهر تبع المانجا، انضرب أغلب وانضرب. يعني الأرض اللي نفوت عليها وقت اللي نفوت نضمنها مثلا نقدر فيها، الأرض اللي تفوت عليها تقدر ب 30 طن كانت عم نول تنتج معك، بس السنة اللي كانت أم 30 طن هلا ما 5 طنات دوبة تلم منها. هلا بعد شوي بناخذه على سوق الهال على البيع، الوسط لحال والكويس لحال ولادة والعمال كلها الحمد لله رب العالمين، العمال لا تحوش عم تحوش ولا عم تفرز عم تفرز والحمد لله رب العالمين. هلا شوفت عينك نحن في اجواء احواس صبار يعني، والحمد لله رب العالمين، ومعنا الشباب الطيبين كلهم يعني الحمد لله الشغل تمام والاوضاع كويسه والحب عم يطلع معنا كويس بعد الباخ.